كريم الحمد لله هيخرج بكره من المستشفى الحمد لله. يعني جاله مره واحده، يعني ما هو كانش تعبان ولا حاجه، هو مره واحده حس ان هو صدره وجعه، فراح يعني عمل اشعه على الصدر، اللي طلع عنده جلطتين صغيرين في الرئه، بس الحمد لله هياخد دواء بس هيكمل في البيت بقى.